متابعي الاعزاء، تواصل وانطلاقة شوط جديد، فعاليات جديدة وانطلاقة شوطنا 13 بتعداد أشواط الفترة المسائية وانطلاقة هذا الشوط وهذه الانطلاقة المميزة من الأسماء والشعارات المتواجدة التي تزين أرضية هذا الميدان. أفتتح النداء مع أول المراكز كي أرى هنالك الجازي لراشد بن دعيكان بن هدي المري مع أول المراكز. المركز الثاني التواجد من قبل ثاني المراكز، ومن التواجد الجميل لشقة محمد بن كردي بن طالب المنخس المري وثالث المراكز. التواجد من قبل المركز الثالث بصيحة عبد العزيز بن إبراهيم بن راشد بن محسن المري مع المركز الثالث. المركز الرابع تابع التقدم الجميل والتواصل المثير من السيرية علي بن حمد بن جرحب المري، وخامسا تابع وأشاهد التقدم من قبل ميعاد لحمد بن جر الله المكسور المري. إذن هذه الخمسة الأسماء المتقدمة، الخمسة الأسماء المنطلقة. أعود مع شعار بن منخس مع أول المراكز ومع تواجد شقة، شقة من تقدم هذا الشقة للأسماء المتواجدة ولكنها تنطلق بأريحية تامة مع أول المراكز. تعود الملكية لمحمد بن كردي بن طالب المنخس المري. المركز الثاني الجازي وأبناء النعيرية يتواصلون بشعار بن هدي، راشد بن دعيكان الهدي المري يقدم لنا شعار سوقان من انتصر في السباق المحلي الثاني وكان انطلاقه ذاتي بدون أي تعليمات. المركز الثالث من انطلقت إلى ثاني المراكز، مرحبا بقدوم ظنون عبد الهادي بن سهيب الحفار المري يقدم لنا ظنون بالمركز الثاني ثالث المراكز بشعار بن هدي. المركز الرابع تابع هذا التقدم من قبل رابع المراكز والمتواجد بصيحة عبد العزيز بن إبراهيم بن راشد بن محسن مع بصيحة، وهنالك الانطلاق مع خامس المراكز والتواجد والقدوم من قبل أحد الأسماء المتواجدة والمنطلقة، وهنالك أيضا تواجد نوب لعبد الله بن صالح اليامي. وأعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، أعود إلى شقة محمد بن طالب، محمد بن كردي بن طالب المنخس المري. المركز الثاني تواجد وتقدم من قبل شديدة أو من قبل ظنون لعبد الهادي بن سهيب الحفار المري. ثالث الجازي تتقدم مع المركز الثالث، وهنالك راشد بن دعيكان الهدي المري يقدم للجازي. ورابعا أتابع هنالك من انطلقت وغيرت مجريات هذا الشوط، الله يا البطين، شعار يتواصل مع الصدارة، يتواجد مع المقدمة. من أين أتى هذا الشعار ومن أين انطلق مع الصدارة ومع مقدمة هذا الشوط؟ عجايب يا أبناء عجايب، أبنائي عجايب يقدمون لنا هذا الانطلاق العجيب من قبل عجايب المتواجدة مع أول المراكز. نايف بن طالب بن علي البطين المري مع الصدارة ومع المقدمة والانفرادة الجميلة بمجريات هذا الشوط، الله يا عجايب، عجايب مع الصدارة مع المقدمة. ولكن شاهد يا من تشاهد، شعار بن منخس قادم على المركز الثاني، ولكن عجايب هي صاحبة الكلمة، هي صاحبة الناموس، هي صاحبة السيطرة، هي صاحبتي وبطلتي هذا الشوط من تنطلق مع الصدارة. سلام سلام عليك يا البطين وعلى أبناء عجايب بفوز عجايب بالمركز الأول ولحظة وصول إلى خط النهاية معدة الفوز والناموس تترك لنايف بن طالب البطين المري المركز الثاني. كان الوصول من قبل شقة لمحمد بن كردي بن طالب منخس المري المركز الثالث، كان التواجد من قبل ثالث المراكز بن صوغان لمحسن بن عبيد بن راشد الفيد المري المركز الرابع، قدره الحزاب بن عبد الله بن راشد بن ديل المري المركز الخامس. كان الوصول من قبل الجزيره لمحمد بن علي بن نوره المري. اذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء، نهني جميع الفائزين ونذهب مع ملخص شوطنا الذي انقضى قبل قليل ولحظه اعادته، لنستطلع على هذه اللقطات الجميلة التي يقدمها لنا المخرجين بهذه اللحظات وبهذه الانطلاقة. علي بن محمد بوشارب وأحمد السادة
دائما مبدعين في الثنائي الجميل وبتقديم اللقطات الجميلة والمميزة. إذن عجايب مع أول المراكز مقدمة هذا الانطلاق العجيب والمثير والغريب من نوعه مع عجايب. عجايب بشعار البطين تحقق أول المراكز وتوقيتها الزمني 4 دقائق 25 ثانية 68 جزء من الثانية. الثاني تلقى لنايف بن طالب البطين المري على حصول عجايب على المركز الأول. ثاني مراكز شقة ولحظة وصولها 4 دقائق 28 ثانية 42 جزء من الثانية. التالي والتبريكات نزفها لمالك شقة محمد بن كردي بن طالب الملخص المري. ثالث المراكز كان الوصول والقدوم من قبل بنت صوغان وكانت توقيتها الزمني 4 دقائق بلا شك 30 ثانية 45 جزء من الثانية. التهاني التبريكات